ازيكم؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. اصدقائي واخواتي واصحابي واصدقائنا وشباب المحامين اللي دايما بنتشرف باننا موجودين معاكم من خلال سلسله المعلومات القانونيه اللي بيقدمها موقع نقابه المحامين لكل شباب المحامين. اتعودت معاكم ان احنا نتكلم عن الموضوعات المهمه اللي بتهم شباب المحامين، واللي من خلالها بيقدروا يحددوا ايه اللي ممكن يكونوا محتاجينه عشان تكون محامي، محام لغويا اذا صح التعبير. للاسف من اهم المشكلات اللي بتقابلنا لما بيجي لنا شباب المحامين يتدربوا في المكاتب مشكله الصبر على المهنه ومشكله القرايه. مشكله من اهم المشكلات اللي ممكن تقابلك في بدايه حياتك وانت محامي انك تكون مش صابر او مش عارف ازاي تكون صبور على المهنه. كلنا في بدايه حياتنا لما جينا نشتغل محامين اشتغلنا بمرتبات ضعيفه، وكان ايامها بيسموها مكافاه وانت بتتدرب وانت محامي تحت التمرين. ما كناش بناخد مرتب، كنا بناخد مكافاه، والمكافاه كانت مبلغ زهيد. وكان دايما استاذي يقول لك انت موجود عندنا في المكتب عشان تتعلم، ده انت المفروض انت اللي تدفع لنا عشان بنديك معلومه، عشان بنديك خبره، لكن كنا بناخد مكافاه محدوده. لازم تبقى عارف وانت في بدايه حياتك القانونيه انك مش هتاخد مرتب بالمعنى المفهوم، هتاخد مكافاه، مبلغ تقدر تعيش منه وانت بتتعلم في حدود استطاعه الاستاذ اللي انت بتتدرب في مكتبه. لان لو ده ما بقاش موجود وما لقيتش مكتب تتدرب فيه فمش هتتعلم وتاخد خبره. فخد بالك انت محتاج تدور على اللي انت محتاجه ويفيدك في حياتك. لو بتدور على الفلوس موجود، وبتدور على العلم والخبره موجود. بس لو بتدور على علم وخبره وحد يعلمك يعني ايه قانون ويعني ايه محاماه، لازم تبقى عارف انك هتدفع الثمن، لان محدش بياخد كل حاجه. هتاخد العلم بس مش هتاخد المال. لكن لو بتدور على الفلوس يبقى ما تشتغلش في المهنه. هتلاقي اماكن كتير ممكن تشغلك. تشتغل بقى اعمال اداريه، تشتغل في كافيه، تشتغل في بنزينه، اشتغل في اي مكان تاني. هيدوك مرتب حتى لو اشتغلت بالتجاره. وممكن تلاقي عائد مادي في البدايه كويس جدا يغريك. لكن بعد كام سنه هتندم وهترجع تدور على المهنه وتقول يا ريتني كنت اتعلمت. وهتيجي تقول علموني ودخلوني اشتغل بمهنه المحاماه. بس وقتها ممكن يكون فاتك القطر وما تعرفش تتصرف، او ما تبقاش الفرصه متاحه بالنسبه لك انك تتعلم، لان وانت صغير بتتعلم اصغر اسرع واسهل، لان التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. فخلينا نقول ان اهم حاجه ممكن نقولها لشباب المحامين كيف تكون صبورا على تلقي العلم والمعلومه. لانك وانت بتاخد المعلومه وبتاخد العلم انت بتاخد كنز كبير جدا بيأسسك وبيبني حياتك. لأنك في مهنة المحاماة مش بس بتتعلم قانون، أنت كمان بتتعلم فن الحياة. في مهنة المحاماة بتتعلم فن الحياة، لأن الحياة كلها بكل تفاصيلها هتشوفها وهتقابلها وهتتعلمها وهتخوض فيها التجربة والخبرة وأنت بتشتغل محامي بس، مش وأنت بتشتغل أي حاجة تانية. انت وانت بتشتغل محامي هتتعلم كل فروع الحياه وتخصصاتها. الناس اليومين دول المحامين بيشتغلوا في المصالحات، في المخالفات اعمال البناء، وهتتعلم حاجات كتير متعلقه بالرسومات الهندسيه والتقارير الانشائيه والتقارير الفنيه وتقارير التربه وحاجات كتير هتقابلها وانت محامي. وانت بتشتغل محامي هتطلع على التقارير الطبيه، وانت بتشوف التقارير الفنية والطب الشرعي وكيف تكتب وكيف توضع وكيف تحلل وكيف يمكن دراستها والآلية والطريقة اللي تم بيها التحليل الطب الشرعي. فهتتعلم جانب كبير جدا في فروع الطب وانت بتشتغل محامي. وانت بتشتغل محامي هتدرس قانون نقابة الأطباء والمهن الطبية، وهتدرس قانون التمريض والمهن التمريضية، وهتتعلم فيه حاجات كتير لما تجيلك قضية من النوع ده. وانت بتشتغل محامي هتتعلم أصول الطيران وفن الطيران. وانت بتشتغل قضية مرتبطة بالتعويض عن المضرور اللي أصيب بخلل نتيجة ضياع وفقد متعلقاته أثناء عملية الطيران أو أثناء تفريغ الشحنة من على الطيارة، ومسؤولية الناقل، مسؤولية الناقل اللي هو الطيارة اللي نقلت البضاعة أو نقلت مستلزمات الشخص اللي كانت موجودة في بطن الطيارة.
وانت بتشتغل محامي هتتعلم امور متعلقة بالبحر ومسؤولية النقل البحري، وازاي بيتم معاملة الخارجين عن القانون في هجرة غير شرعية وعبور المياه الاقليمية بدون سند قانوني. وانت بتشتغل محامي هتتعلم كل حاجة. عشان تتعلم كل حاجة في الحياة وتبقى محامي لازم تصبر على المهنة، ولازم تعرف انك في بداية حياتك محتاج تستحمل ومحتاج تبني نفسك بالصبر وبالقراية والمذاكرة والاطلاع. للأسف كتير من شباب المحامين ما بيقروش. كان عندي احد شباب المحامين قال لي انا شاطر جدا في ان اشتغل اداري، اديني اعمال ادارية انزل واروح المحكمة واقدم واستلم واعلن واجي، انما اني اقعد اقرأ وابحث وذاكر واكتب مذكرة واقرأ قضية واستخلص واستنبط وحلل واطلع ثغرات قانونية واشتغل، ده صعب علي، صعب علي المجهود الذهني الفكري، لكن السهل بالنسبة له هو المجهود العضلي. كده انت مش هتنفع. انت عشان تبقى محامي لازم تعرف ان انت محتاج تشغل عقلك اكتر ما تشغل جسمك. انت وانت محامي بتفكر 10% بس، بتفكر 10% بس، انما كل اللي حواليك بيشتغلوا 90%، واحيانا تكون بتفكر 90% لما تبقى محامي كبير بقى، بتفكر وانت قاعد مكانك وتدرس كل ابعاد القضية 90% وتشتغل 10% بس. انت في الاول وانت محامي بتفكر 10% وتشتغل 90%، لكن لما تكبر وتبقى محامي كبير هتفكر 90% وبأقل مجهود ب10% بس هتحقق النتيجة اللي ممكن كمان ما تعملهاش بنفسك. شباب المحامين اللي موجودين معاك يقوموا بتنفيذها. عشان تبقى محامي لازم تتعلم حاجتين، اولا انك تصبر على المهنة، ثانيا انك تقرأ. القراءة، الاطلاع المستمر على كل الدعاوى وكل القضايا والأحكام القضائية المستحدثة والقضايا الرأي العام وما يتم عرضه على الناس وما يتم عرضه على المكتب والأحكام اللي صدرت للمكتب. لازم تعرف كل ملف قانوني بيعرض على المكتب انت بتشتغل فيه الأساس القانوني ايه للدعوة دي، والسند القانوني ليها ايه، وكيفية كتابة عرضة الدعوة، وكيفية كتابة المذكرات. اقرأ، استفيد، اتعلم، خد كل اللي تقدر عليه من الأستاذ اللي انت بتتعلم معاه وبتشتغل معاه في مكتبه عشان تاخد منه خلاصة وعصارة السنين من الخبرة. لكن كل اللي انت تفكر فيه او يبقى كل اللي انت بتفكر فيه انك عايز تستسهل في انك تاخد بس شغل تروح مستجي للمحكمة تودي ورق وتجيب ورق، انت كده مش هتبقى محامي. كل اللي بتفكر فيه ان انا رحت نفذت وسلمت الاعلان واستلمت الاعلان، انت كده بسطاجي مش محامي. انت عشان تبقى محامي لازم تبقى عارف انك شغلك بعقلك اهم واكبر بكتير من شغلك ببدنك. عشان تبقى محامي لازم تعرف ان 90% من الشغل اللي ممكن تنفذه على ارض الواقع هو خلاصة التفكير والتحليل والاستنباط والاستخلاص من الاوراق اللي موجودة قدامك، وإلا أنت مش هتبقى محامي. هو الفرق إيه بين المحامي ومهنة وكيل المحامي اللي كانت موجودة زمان وانقرضت في مصر؟ إن وكيل المحامي كان بينزل ينفذ الأعمال الإدارية، عشان الأستاذ في المكتب كان بيدرس القضايا ويفكر ويوجه اللي شغالين معاه ينفذوا إزاي. لازم تشغل عقلك، وعقلك غذاؤه هو القراية، وبدنك ومجهودك وحياتك وشبابك غذاؤه هو الصبر، دعمك هو الصبر مع القراية والمذاكرة. عشان تبقى محامي لازم تبقى عارف انت لازم تصبر ولازم تقرأ وتطلع على كل ما هو جديد ومستحدث في عالم القانون. بالنصيحة دي اقدر اقول لكم ان دي اهم نصيحة ممكن نقدمها لكل شاب ولكل فتاة داخل لمهنة المحاماة جديد. القراية والصبر هما السلاح اللي لازم تستند إليه وتعول عليه عشان تبقى محامي. أحمد مهران.